صباح لكم مشاهدينا من جديد، وهذه نافذة مفتوحة كانت على النيل الأزرق مع أمنيات السلام الدائم لهذه الولاية والتحايا لكل أهلنا في النيل الأزرق وفي كل السودان بكل هذا التنوع الثقافي الذي يشكل ذات السوداني والذي يشكل لوحتنا الصباحية دائما من خلال صباح الشروق، والذي نتمنى دائما أن نفتح نوافذه الصباحية على كل الأحداث في كل ولاياتنا السودانية وكل الخدمات والرعايات المقدمة للمواطن في مختلف المناطق وفي مختلف المسؤوليات. واليوم هو حديث بعد غد الاثنين ينطلق مؤتمر الطفل للحديث عن حقوق الطفل، وهو مؤتمر الطفل العربي والإفريقي حول المسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل. للحديث حول هذا المؤتمر أهم الأوراق المقدمة خلاله وما يمكن أن يقدمه في دائرة حقوق الطفل، سعداء أن تكون معنا الدكتورة بثينة حسين محمد آدم، وهي مسؤول شؤون الولايات بإدارة شؤون المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية. مرحب بك وصباح الخير. مرحب بك وصباح الخير وصباح الإشراق والأمل لقناة الشروق وكل الطاقم العامل، وصباح الخير لكل أهلي في ربوع السودان العزيز. مرحب بك. ونحن نتحدث عن هذا المؤتمر المنعقد بعد غد إن شاء الله، هو حديث عن حقوق الطفل، فبداية أهم الأهداف لهذا المؤتمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هو المؤتمر العربي الإفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل الأساسية من منظور التنمية المستدامة. إذا معناها هذا المؤتمر من أهم أهدافه أنه يحقق استدامة للمسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال حتى ينعموا بكل حقوق وينعموا بكل الخدمات المقدمة لهم، إذا كانت خدمات سيادية أو خدمات أساسية. صحيح، هو الحقيقة الحديث عن دائرة التنمية المستدامة هو حديث عن نقاط مختلفة يمكن أن تكون من خلال الأوراق المقدمة من خلال المؤتمر، فخلينا مباشرة نتحدث عن أبرز الأوراق التي يمكن أن تكون في 3 أيام لهذا المؤتمر. طيب، الأوراق طبعا مقدمة هي تقريبا 33 ورقة في اليوم الأول اللي هو 7 نوفمبر يوم الاثنين، واليوم الثاني يوم 8 نوفمبر. طيب، مقسم هذه الأوراق، مقدمينها خبراء وطنيين وخبراء مشتركين من الجانب الأفريقي والجانب العربي، عشان كده أخذ صفة المؤتمر العربي الأفريقي. فبنلقى هذه الأوراق كلها في محاور معينة اللي هي محور الصحة، محور التعليم، محور التجارب، محور الإعلام، محور التغذية، محور الفقر، كل الجوانب وكل المشكلات اللي بيهم الطفل نحن بنلقى هذا المؤتمر، هذه الأوراق تناولت هذه المحاور. طيب، بنلقى الدول المشاركة بأوراق، في الصومال مشاركة بورقة، دولة الكويت مشاركة بورقة، دولة كينيا مشاركة بورقة. طيب، هذه الأوراق مرت بعدة مراحل حتى وصلت عصارة أوراق اللي هي 33 ورقة تقدم من خلال اليومين، اليوم الأول واليوم الثاني. والحديث عن 33 ورقة يمكن يكون هو حديث كبير، لكن عندما نتحدث عن أبرز الأوراق خلينا نتحدث في دائرة الحقوق، يعني رغم الاتفاقيات المبرمة فيما يخص الحقوق، نتحدث عن الطفل السوداني بشكل خاص، نتحدث عن الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، نتحدث عن قانون الطفل 2010 وغيرها من القوانين الراعية لحقوق الطفولة، ولكن مع كل هذه القوانين خلينا نتحدث في موقف الطفل من حقوقه، الطفل السوداني بشكل خاص، وإنفاذ هذه القوانين. طيب، أولا طبعا المؤتمر شعاره أنه هذا المجتمع يدعم الطفل ويحافظ على حقوقه، يدعمه من خلال المؤسسات، من خلال المؤسسات إذا كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات قطاع خاص، يدعمه في أنه يفرد مساحة للمسؤولية المجتمعية حتى تسهم في تقديم كل ما يحتاجه الطفل، إذا كان من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية ثقافية، يحقق له
حقوقه أو يدعم حقوقه من خلال القوانين. مثلاً في قانون الجنائي 91، في قانون الطفل 2010، وفي قانون معدل الآن بيعدلوا فيه واللي هو 2021، إضافة إلى المواثيق اللي موقع عليها والبروتوكولات في أمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية. ده الشعار الأساسي بالنسبة للمؤتمر بتاع الطفولة. أما الأوراق في مجملة بتعالج لنا قضايا، بتعالج لنا قضايا وهموم بالنسبة للأطفال، إذا كانت قضايا التشرد، قضايا التشرد، قضايا الأطفال فاقدي السند، قضايا الأطفال من ناحية تقديم الخدمات إذا كانت صحية أو كانت تعليم، إضافة لمجموعة من القضايا التغذية. ونحن نعلم جيدا إنه أطفالنا في ربوع الولايات كلها عندهم مشكلة بتاع التغذية. ظهرت لنا في سوء التغذية، في التغزم، هو ده داخل دائرة الصحة، يعني الحديث عن حق الصحة للطفل. ولكن نحن نتحدث عن هذه الحقوق، يعني هي بالتأكيد الحديث عن المسؤولية المجتمعية والرعاية الاجتماعية للطفل هو خط موازي للخط القانوني في دائرة الحقوق. وزي ما ذكرتي هو المؤتمر خاص بموضوع الحقوق بشكل خاص. نحن دائما لا توجد مشكلات أعتقد في التشريعات فيما يخص الطفل، لكن دائما المشكلات هي في إنفاذ هذه التشريعات والقوانين وتطبيقها. فما تحمله الأوراق في هذا الجانب، الحديث عن إنفاذ القوانين، هذه الأوراق حتى فيها الجانب القانوني، فيها الجانب القانوني وفيها جانب تجارب الدول الأخرى إضافة إلى تجارب السودان. طبعاً السودان يعني عنده مجموعة من التجارب لا ننكرها، لكن زي ما قلتي القانون موجود لكن روح القانون ما مطبق. هذا المؤتمر بضع يعني يده أو بحاول تشخيص هذه المشكلات حتى تسهم المؤسسات في علاج هذه المشكلات. صحيح، ويمكن هي يعني تحديات مختلفة يمكن أن تعالج من خلال هذا المؤتمر. وبالتأكيد هنالك رؤية شاملة في حديث عن الطفل العربي والإفريقي، ولكن هنالك خصوصية للطفل السوداني، فخلينا نتحدث في جانب خصوصية الطفل السوداني. طيب، الطفل السوداني حقيقة عنده مجموعة من المشاكل ومجموعة من القضايا تحتاج لوقفة قوية من المؤسسات الحكومية والمؤسسات تحت القطاع الخاص. طيب، عندنا مسؤولية مجتمعية. نحن يعني يمكن هذا المصطلح يجب أن يطبق كما هو، لكن التطبيق يجب أن يكون إلزامي بالنسبة للمؤسسات الحكومية وأخلاقيا بالنسبة للقطاع الخاص. طبعا احنا عارفين القطاع الخاص بيعتمد على الربحية. صحيح، يعتمد على الربحية. إذا بجانب الربحية لازم يكون عليه شنو؟ التزام أخلاقي حتى يسهم بصورة فعالة في تقديم خدمات بالنسبة للأطفال، إذا كانت خدمات سيادية أو خدمات أساسية أو خدمات اقتصادية تسهم في رفاهية الطفل. صح، والحديث عن القطاع الخاص بجانب حديثك عن هو يعني يأتي في دائرة الربحية، ولكن بالتأكيد كل المؤسسات في دائرة القطاع الخاص هي لديها جانب المسؤولية المجتمعية. اللي هو موجود من مختلف في مختلف المؤسسات. من خلال هذا المؤتمر ومدكم كوزارة للرعاية الاجتماعية مختلف الشراكات التي يمكن أن تحقق مسؤولية اجتماعية أكبر للطفل. طيب، طبعاً المجلس القومي لرعاية الطفولة له دور كبير وله إسهامات في إنه مدى الأيادي البيضاء إنه هذه المؤسسات أو هذه الوزارات، مثلاً وزارة التنمية الاجتماعية هي الأمبريلا بتاعت المجلس القومي لرعاية الطفولة، مدى يده أيادي بيضاء لكل المؤسسات الأخرى، مثلاً وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وزارة الثقافة والإعلام، إضافة إلى المؤسسات تحت القطاع الخاص بكل مسمياتها، حتى تسهم بصورة شنو؟ بصورة فاعلة وبصورة مستمرة في حل العديد من القضايا تحت الأطفال في السودان، لأن قضايا كثيرة وقضايا شائكة تحتاج لأننا كلنا نقف مع بعض كمؤسسات
حكومية ومؤسسات قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني. صحيح، وهذا التشبيك يمكن هو يعني يأتي في دائرة المسؤولية المجتمعية، فبيحقق يعني جوانب مختلفة لهذه الأهداف إذا كان في إطار الصحة أو التعليم أو الثقافة وغيرها. ولكن نحن في خصوصية السودان بالتأكيد يعني تأتي دائما حديثنا عن التعليم كأولوية، وزي ما ذكرت مجموعة من الأوراق المقدمة، يعني أبرز المخرجات اللي أنتم بتطلعوا لها من خلال هذا المؤتمر. والله أبرز المخرجات أو أبرز التوصيات إنه يكون في توصيات، يعني تحديدا إنه يكون في يعني تغيير أو جعل معين في ميزانية الدولة باسم المسؤولية المجتمعية يخصص للأطفال، لأن المسؤولية المجتمعية بتكون مفتوحة كده. المهم عطاء يقدم أو مسؤولية تجاه المؤسسة للمؤسسات الأخرى أو للمجتمع المحلي، لكن لما نقول يخصص للأطفال معناها يكون في نسبة معينة لكل مؤسسة من المؤسسات، إذا كانت مؤسسة حكومية أو قطاع خاص. دي أهم التوصيات. التوصية الثانية إنه يكون في حس وتفعيل لمؤسسة القطاع الخاص ومنظمة المجتمع المدني تسهم بصورة فاعلة في المسؤولية المجتمعية حتى تحل العديد من القضايا الشائكة بالنسبة للطفولة. نحن نتمنى إنه كل هذه الأهداف تجد طريقها إلى الواقع بعد هذا المؤتمر. كل أمنيات التوفيق. شكرا جزيلا دكتورة بثينة حسين محمد آدم، رئيس دائرة شؤون الولايات في إدارة وزارة الرعاية الاجتماعية، وكان حديث اليوم عن المؤتمر الطفل العربي والإفريقي في حديث عن المسؤولية المجتمعية للحقوق الأساسية للطفل، وهذه النسخة الأولى. أتمنى أن تجد كل هذه المخرجات طريقة إلى النور بالتأكيد.